بروفينسا غاية. بونجور، كيفكم؟ أحلى أستاذة في الدنيا. الله يخليكي. كيفك شانتي؟ منيحة. كويسة؟ الحمد لله. صباح الخير. ليش نايمة؟ أمسك عليك. تعبانة؟ أمسك عليك. هو ليه؟ ليه؟ مش عارفة في إيه اليومين دول كلنا بنسهر قوي ف إيه بس كنتوا تبعوا أصواتكم، كنتوا تغنوا بالبرايم. أنا لا أنا بكير امبارح. برافو، بدكم تغنوا بالبرايم بدكم تكون أصواتكم منيحة، يعني بعرف مبسوطين ببعض بس بدنا نريح شوي. عارف الصوت كان يطلع في المايك من هنا ما شاء الله. مين؟ انت صوتي؟ متناسق متناسق. حبي اللي انت حبي 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 اللي انت جاي تقول عليه
الله اللي بده هيك عريضة. هشوف اللور وانا اجربها لك بقى شوفني احلى. والله العظيم بس هي حلوه كيف ما كانت هيك ولور واو. هلا هيك فيها برياص بس بدي اشوف لور وان لور 10 لور 7 يستحق لكن اربعه يستحقوا اللقب عن جد. بس في منهم كمان يعني في كثير ناس منكم بيستحقوا اللقب يعني حتى انت سكوت تستحق اللقب. كل اللي كانوا هون بيستحقوا اللقب الحمد لله صدقيني والله. انا بس هلا لانه الاربعه اللي وصلوا الفيناليست انا بالنسبه لي الاربعه بيستحقوا اللقب. احنا خلصنا كده مدام العروس مشغولي بالذهب. صورة العروس مشغولي بالذهب وانت مشغول بقلوب يا طراب الجنوب. رسائل الغياب مكتوبة بالذهب وانت بالعز مكتوب يا طراب الجنوب. وبتولع حروب وبتنطفي حروب بتضلك حبيبي يا طراب الجنوب. الأكاديمية علي بدك تعمل شيء عم تحضر شيء أغنية؟ شو رأيك؟ أما دام كذا في سمعت غنيتي؟ خلصت شو خلا اسمع باشر خلصت بعد ال ما تظهر هلا يا باسة في يعني أنا بتجي إعلام أكثر إعلام إعلام أكثر يعني بس السينجل أمر هين يعني أعرف أنا إيه حلو تعمل سينجل من عندي جاك مو بشيء بس أنا بتجي إعلام أكثر وعندي كمان مقدم مهرجان السينما في مصر الحين حلو بشهر شهر 4 وين؟ في مصر مهرجان في كم شيء بس ترى لما نطلع شوي شارت بالأمور تشوف مزبوط شو بدك تعمل يعني كمان موديل يعني ست موديل السعودية كذا تصميمه وكذا التصميم يعني تبين. أنت شو عامل قبل ما تجي على الأكاديمي شو دارس؟ درس إعلام. درس إعلام أنت درس إعلام بس هلا هيك صار إذا بدك إنه قدمت خطوات بالموضوع يعني صرت لأنه حلو تشتغل بالإعلام وأنت صرت كمان معروف. أيوه هو ده اللي أنا كنت بدور عليه وانه حلو تعمل شي برنامج بالضبط وبعدين تغني فيه كمان يعني اغني اسوي سينجل فهمتي وانا في البرنامج حلو انه انا مكان عندي برنامج وانزل سينجل كذا يعني تسوي شغل شوي وعندي كمان كم مشروع شوي قاعد اسوي افكار بسيطه كذا ان شاء الله تضبط معي ان شاء الله اكيد تستاهل. سكينة تحضري شيء؟ انا سينجل مغربي بالفيديو كليب برافو وبعدين اغنيه مصريه اتهدت لي جد يا ديزل ايام ما كنت معي وسكتانه عايشه لهواه ونسيانه بعني وسابني وراح من تاني ازاي وليه كان حبيبي يا ناس كل الدنيا حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله 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 حلو المايك روعه. يعني بديت وانت صغيره انا صادكم قصدي انا بي اللي هو فنان وملحن ومغني وعازف كل شيء ميشيل اسمه وهو اللي من انا وكثير كثير كثير صغير عملت كاسات للاطفال في 14 اغنيه للاطفال انتشر بكل الدول العربية وبلشت هو اهتم فيه يعني التفاصيل هو العرب وهو اللي مشغولين عربة عربة يعني إذا بدكم تكنيك ايه وانا وخياتي خمسة كلنا بنغني هيك ما شاء الله نفس النيفو نفس النيفو الصوت بس كل حدا تامر يعني كل حدا مثل كل شخص يعني
بحلم بيك. اللي بدك اياه. ثانية هو بيشتغل ولا لا؟ عشان انزل اشوف واحد تاني لو مش شغال. يلا قلنا بحلم بيك وبنسمع هاي. بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية احلم بيك انا بحلم بيك. فات عوام وسنين ما زال نسيت غالي. كيفاش دار هو انساني. هجر وغلق الكتاب رح لبعيد وخلاني من بعد ما فهم حوالي. عريت بعملها. فات عوام وسنين ما زال نسيت غالي. كيفاش دار هو انساني. هجر وغلق الكتاب رح لبعيد وخلاني من بعد ما فهم حوالي. ياللي ياللي لك زمان عليا شد معك دنيا وديت لك عينيا. ياللي ياللي لك زمان عليا شد معك. الجمعة كل بتخلص بتسكر الأكاديمية. بس كل واحد شو إجا عامل هون؟ كيف كان وجوده؟ قدي مرق أشياء حلوة. قدي أنتوا عشتوا قصص. قدي هول الكاميرات وصلوكم للعالم. هيدا أشخاص كل حلو. جمسة من كارنية بقى رجعت إنك ترجع تفوت بمشاكل. إيه ترجع من الأول هيك تفوت بعالمك وبخبارك. تحسي حالك ضايجة ومش قادرة تتحمل شيء لانه خلص طبعا. بس اكاديمي مدام كثير كثير بتنضجك بتصير مثلا ناضج. ايه بتحس عشت انت الاكسبيرينس تبعك الخاصه فيك مثلا. بعيد عن اهلك بعيد عن مجتمعك بعيد عن كل شيء. انتم اكتشفتوا هيك حالكم. حتى هيدي الابروف تبع النومناسيون ومين بده يفل ومين بده يبقى بتعطيك نضوج معين بشخصيتك. يعني بتحسسك انه اوكي ما بالحياه انت رح تمرق بكثير هيك اشياء بتشبه. انا قبل ما افوت على ستار اكاديمي كنت اقول انه هيك انه عيب او غلط اذا انا طلعت نومينيه وطلعت بالعكس برا غلط و ما بدي هيك كلكم ضهرتوا كلكم فنيين. بس لما رجعت حسيت انه الشيء اللي عملته ولو كان بسيط ولو كان شيء مش بسيط ابدا. يعني جاي من شخص مبتدئ فهمتي؟ اول مره انا اطلع على المسرح اول مره ايه. انه تذكر قد عملت طابلويات انت؟
انت كل البرايمات كله كان طابلو حتى هون وياه. لا مش على الطابلو، مش قصة الطابلو، هي الوقفة على المسرح. يعني وقفتك يعني وقفة قليلة انه علي غنى مثلا مطرح لك مشوار، انه انا بالنسبة لي انه في قصص عملتون انتو كانت انجاز.